الداخلي بناني، مهندس وخبير تصميم المدن التكية ومدير عام لمكتب الدراسات والهندسة. اليوم كنديروا انطلاق فعاليات المعرض الأول البيداغوجي للمدن التكية عن طريق ندوة صحفية اللي غادي نبينوا أهمية هذا المعرض وكذلك المحاضرات اللي غادي نقوموا بها. الهدف من تنظيم فعالية المعرض الأول هو خلق جسور ما بين الفاعلين السياسيين والعمداء المدن ورؤساء الجهات من ناحية الأولى، ومن ناحية الثانية الصناع الحلول والمكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين اللي غنشتغلوا عن طريق المحاضرات اللي غيتناولوا فيه جميع المواضيع اللي كتهم المدينة الذكية، مثلا ترشيد المياه كذلك والاقتصاد في مجال الطاقة والتنمية المستدامة وكذلك الفلاحة العصرية عن طريق ترشيد المياه والطاقة المتجددة. في موازاة مع المعرض سوف ننظم أول مسابقة على الصعيد الوطني والإفريقي اللي غادي نوضعوا فيه الحلول المبتكرة لأحسن ابتكار لهذا السنة 2023، وفي آخر المعرض غنديروا تتويج لأحسن مخترعين ومبتكرين في هذا المجال. كذلك هذا المعرض سوف يقام تحت شعار الهندسة المغربية في خدمة المدن الذكية، من خلاله غندير واحد التنوير حول الهندسة المغربية اللي غتمكننا تبنينا المدن ما بين الشركاء اللي ذكرت وما بين الصناع اللي هما وجدنا حلول المبتكرة. الجديد في هذا المعرض هو غادي يقام أول معرض بيداغوجي عن طريق مدينة ذكية مصغرة في حرم الجامعي الحسن الثاني اللي هو كشريك الأول في هذه التظاهرة بمشاركة الجامعة الوطنية أو الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة اللي هو حط الثقل ديالو باش ينجح هذه الدورة هذه عن طريق مثلا خبراء مغاربة 100% باش نبينوا بأن المغرب عنده كفاءات عالية في مجال التصميم والتنفيذ والإنجاز. مدينة الدار البيضاء كان كازاوي دونك هما كيشتغلوا يعني خمس دورات في تنظيم المعرض، ماشي معرض، هما عندهم ندوات حول المدينة الذكية، ولكن الكازابلانكا كالدار البيضاء غادا في سير هذه المدن الذكية وذلك خدموا في مجال الأمن والسلامة ديال المدينة، وهذا كيتجلى في مثلا في كاميرات المراقبة من حد من مثلا من السرقة ومن الأمن، لأن الأمن هو كل شيء، لما كانش عندنا الأمن ما يمكنش نقولوا بأن مدينة ذكية. وكازابلانكا أو سائر المدن خدامة للوزارة الداخلية عن طريق مديرية الأمن الوطني خدامة في هذا الميدان، وإن شاء الله غادي يكون عندنا مغرب آمن واستقرار. عاد إن شاء الله كاين مشاريع اللي كتقوم بها المدينة الدار البيضاء في مثلا النفايات، نرجع من النفايات خدامة في هذا المجال، وكذلك في ترشيد المياه كذلك هذا خدامين، هذا ورش كبير خدام عليه الجهة الدار البيضاء الكبرى، وكذلك في النقل الحضري عن طريق الترامواي عن طريق الباسواي، وهادو مسائل سائل مفعول. هناك كذلك ورش كبير هو الحكومة الإلكترونية، من خلاله خصو يكون عندنا تطبيقات خاصة للمواطنين بلا ما يتنقلوا مثلا مصالح إدارية من خلال المنازل ديالهم، يمكن له زعما يقدموا ياخذوا الخدمات ديالهم عن طريق تطبيقات رقمية منصات رقمية. ريفي منير مدير مدينة الابتكار ونقل التكنولوجيا جامعة الحسن الثاني للدار البيضاء. هذه المدينة الدور ديالها الرئيسي هو نقل التكنولوجيا إلى المؤسسات الصناعية ديال منطقة الدار البيضاء عامة، والشراكة اللي عندنا مع المكتب دراسات إنوفاتيل إنجينيرين جات في إطار واحد البارتنارية اللي عندنا معهم في ان بروجي دو سمارت باركينغ
في الأول كان تنحصر في هذا المشروع خاصة بسمارت باركي، ولكن من بعد شفنا بأن مدينة الضربة كلها عطلة على تكميل في توسكية انتليجون دونك الحلول الذكية. فوالا سي سا سي المدن الذكية دونك بحكم دونك أول مدينة مغربية اقتصادية وصناعية دونك خاصها تكون في ليماج ديال هذا المستوى ديالها من ناحية الذكاء الاصطناعي والذكاء العام. إذا التقينا باش ننظموا هذا الملتقى اللي غادي يكون إن شاء الله نهار 15 16 17 مارس 2023. في هذا الملتقى غادي يكونوا عروض ديال المؤسسات الصناعية المغربية أولا وعالمية اللي كيخدموا في هذا المجال ديال المدن الذكية. إذا غادي يعرضوا المنتوجات ديالهم وغادي يكونوا أو مان تو غادي يكون معاهم المقررين السياسيين ديال رؤساء الجامعات رؤساء المسؤولين باش يقرروا اللي سيوافقهم كل واحد على حسب المدينه ديالو حسب الجامعه ديالو. وهذا الملتقى غادي يكون منظم في اطار افريقي ماشي مغربي، ما محدودش للمغرب، وانما غادي يكون افريقيا كلها ان شاء الله. غادي يكون معنا شركاء من السنغال من مالي من كوت ديفوار كاميرون اللي غادي يشاركوا حتى هما باش يشوفوا المغرب علاش قادر في التكنولوجيا الذكيه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.